الحلزونية. البكتيريا الحلزونية دي لازم تتشخص لو الإنسان عنده قرحة أو عسر هضم، لأن لو ما عالجناهاش بعد ما نخف بالعلاج القرحة ممكن ترجع تاني. فيفضل إن المريض يدور، إحنا ندور له يعني، هو مش هيدور، يدور على البكتيريا إيه الحلزونية دي، ودي بيبقى سهل قوي تشخيصها بالمنظار. بناخد عينة صغيرة وبنبص عليها في الميكروسكوب، ولو لقينا البكتيريا الحلزونية بنديله علاج، أو بنعمل عليها تيست صغير بره جنب المنظار اسمه كلو تيست، ده برضو بيديني النتيجة خلال 20 دقيقة. ولو مش عايز يعمل منظار، لكن عمل منظار قبل كده وعايز بس يعرف عنده البكتيريا الحلزونية دي ولا لأ، في اختبار تنفس، بيشرب مع كوباية عصير عليها مادة معينة، وبعد شوية بينفخ في كيس كده صغير، ولما اللون بيتغير بيبقى في البكتيريا الحلزونية. ودي لو عالجناها إن شاء الله ما بيحصلش إعادة إصابة بهذه القرحة. إنما ده في غاية الأهمية، وإلا هندي العلاج وبعدين نضطر نعالج تاني عشان هيبقى في قرحة تاني. القرحة علاجها سهل وواضح، بيبقى علاجها 8 أسابيع من دواء بيقلل إفراز الحمض، لأن الدواء مش بيعالج القرحة، الدواء بيقلل الحمض وساعات بيمنعه خالص عشان الجسم يعافي نفسه. فمهم جدا ان هو يكمل هذه المدة، والمدة 8 أسابيع بالذات دي مدة اثبتتها كل الابحاث العالمية وكلنا متفقين عليها. ولازم المريض يفهم ان هو ده مش دواء يعالج القرحة، ده دواء بيقلل الحمض في المعدة ويخلي الجسم يلئم نفسه بنفسه، فبيديله فرصة. وطبعا لو كان سبب القرحة حاجات معينة لازم الحاجات دي نوقفها، يعني لو سبب القرحة الأسبرين أو الفولترين أو الأيبوبروفين والكيتوفان والأدوية بتاعة العضلات والمفاصل، يبقى الأدوية دي لازم نوقفها أو نشوف بديل ليها ما يسببش قرحة. لو كان الدواء ده بسبب زيادة إفراز في الحمض، وده اللي بيجي في النرفزة وبنسميها الشخصية ألف اللي هي تايب اي بيرسوناليتي، ده بيبقى الناس اللي هي على طول متعصبة طموحة جدا قلقانة على طول وعلى طول متنرفزة، طبعا بنقول لها لازم ترخرخ شوية بس ربنا يكون في عونهم، بيبقى صعب قوي الموضوع ده. وفي ناس بتضطر انها تكمل على الدواء بتاع تقليل افراز الحمض على طول، لان النرفزة دي او هي عندها قابلية ان الجدار بتاع المعدة بيكون ضعيف، فاول ما يطلع شوية حمض بيعمل تقرحات، ودول بيبقوا نسبة قليلة قوي ولكن موجودة. الأهم إن إحنا نتبع نظام غذائي سليم عشان نريح برضو الجسم خلال الـ8 أسابيع دول، فالجدار يلئم. أهم حاجة في الأكل نمنع اللخضة ونوضب مواعيد الأكل، يعني الأكل 3 مرات في اليوم على قد ما نقدر بكميات معقولة. نمنع الشطة تماما لأن الشطة بتعمل القرح نفسها، وفي نفس الوقت بنفكر إن إحنا أي حاجة تانية بنعملها زيادة، يعني لو بيشرب كحوليات لازم يمنع الكحوليات، لو بيشرب سجاير لازم يوقف السجاير، وتخفيف السجاير ما بيعملش نتيجة، يعني لو بيشرب علبة سجاير في اليوم يبقى لازم يبطل السجاير خالص، سيجارة أو 2 بدل 20، طبعا أفيد للرئة بس نفس التأثير على الجهاز الهضمي. طيب القرحة مخيفة وخطرة ولا لا؟ مش عايز اخوفكم، بس هي طبعا فيها خطورة، ان احنا لو افتكرنا التشبيه الاولاني ان هي جزء من المحارة بتاعت الحيطة، وقعت بعد شوية الطوبة هتقع، بعد شوية الطوبة الخارجية هتقع ويحصل خرم، ودي طبعا اخطر حاجة في موضوع القرحة، وساعتها يجب التدخل الجراحي ولازم نخش وجراح بيخيط هذه القرحة او هذا الثقب كويس. بس دي طبعا حالة طارئة وبنسميها يعني life threatening، في غاية الخطورة. الحاجة التانية ان يكون القرحة دي داخلة فيها وريد او شريان،
فطبعا بيبقى زي برضه بنفكر فيها ان المحاره وقعت وفي سلك كهرباء متعري او في ماسوره ميه متعريه ويحصل فيها خرم فيحصل منها نزيف قوي جدا. وده لو دخلنا بالمنظار ومعناش الجهاز اللي بيعمل زي كليبس عليها يبقى هنضطر ان احنا نكلم الجراح ونقول له لو سمحت خش دخل له اوضه العمليات وافتحه واقفل ايه هذا الوريد او الشريان بايدك. فدي مهمه جدا لان دي برضو بتؤدي على المدى الطويل الى نقص وفقر في الدم وانيميا. وفي نفس الوقت لو كان النزيف من هذا الشريان او الوريد سريع جدا فممكن تؤدي الى حاله من الهبوط، ودي برضو في غايه الخطوره ولازم المريض يخش المستشفى وياخد محاليل وياخد نقل دم. طيب المناظير في خوف منها كتير، في ناس بتخاف من المنظار نفسه، في ناس بتخاف من تنظيف المنظار ونقل العدوى، وفي ناس بتخاف من التخدير. لو مسكناهم واحدة واحدة، التخدير ليس شرط في المنظار، هو راحة للمريض وراحة للدكتور برضه. إنما في حالات كتيرة في مصر وفي خارج مصر ممكن بندي مجرد شوية رش من الاسبراي اللي بيخلي الزور مخدر، فالمريض ما بيحسش بالمنظار وهو نازل، وبالتالي بيستحمل المنظار وبيبقى صاحي ويبقى شايف على الشاشة وبنتابع مع بعض ويغمز بعينيه وراسه لما تسأله أسئلة عشان طبعا مش عارف يجاوب. فالتخدير ليس شرط، ولكن هو فيه راحة للمريض وفي راحة للدكتور، الدكتور بيشتغل براحته والمريض مش حاسس بأي حاجة. الحاجة التانية، هل المنظار فيه خطورة نفسه؟